لكل من ينتمي لكل جماهير العالم، ومبروك من الأعماق لكل الهلال إدارة وجهاز فني ولاعبين وبالتأكيد جماهير. يا كريستيانو انظر إلى الدموع، انظر إلى الدموع، انظر إلى الدموع. يا كريستيانو حصلت على كل شيء، لا تبكي يا كريستيانو لا تبكي. هذا كريستيانو رونالدو في لقطة الموسم الحزينة جدا بالنسبة له، إنه يفقد بالتأكيد أعصابه. دع دموعك تنزل، إنها تغسل قلبك يا كريستيانو. لكن انظروا إلى نيمار، اختارت الهلال، يسقط كريستيانو متأثرا بهذه الوضعية كما لم يفعل من قبل، حتى عندما كان في فريق عشقه ريال مدريد لم يتأثر بالخسارة بهذه الصورة بهذه الحسرة. لقد بدا لي أنه يلعب في النصر منذ 15 عاما، لكن لا زال لديك الفرصة للنهوض مجددا والفوز مجددا والتتويج مجددا في الموسم القادم. أما الآن فكل شيء أصبح للهلال، فالدوري ذهبي هلالي والسوبر. بالتأكيد يخرج فيه كريستيانو متأثرا جدا جدا بهذه الدموع في التاسعة.